كلنا نمر ببعض المواقف العصيبة والصعبة التي يمكن أن تجعلنا نشعر بالتوتر والضغط النفسي المستمر. كلنا نعاني من إجهاد مزمن دون إدراك ذلك، فكيف يجب علينا أن تتخلص منها للقضاء على مصادر التوتر والإجهاد النفسي بحياتك؟ ابحث دايما عن العلاقات السامة، فالعلاقات السامة في حياتك سواء كانت علاقات عاطفية أو علاقة مع الأصدقاء أو مع أفراد الأسرة والعائلة، يجب أن توقف حلقة التدمير الذي يحدث في نفسك بسبب هذه العلاقات التي تستنزف طاقتك أو تجعلك تبرر كل شيء بتقوم بيه أو بتدمر حياتك. كمان يجب أن تنهي هذه العلاقات أو تحاول حل هذه الصراعات التي تسبب لك الضغط النفسي والقلق والغضب والإجهاد المزمن. كل ده بيمكن أن يؤثر سلبيا على سعادتك وعلى صحتك من خلال تحديد علاقاتك السامة والعمل على تحسينها أو إنهائها. يمكنك تقليل أو القضاء التام على المواقف الأكثر إرهاقا التي قد تواجهها، وبالتالي فلا تجهد عواطفك باستمرار بلا فائدة. أما الفوضى في مكان إقامتك الذي تعيش به، فتخلص من الأشياء التي تسبب الفوضى والتشوش في منزلك، حيث إن الفوضى وعدم التنظيم والترتيب يمكن أن يساهم بشكل كبير وخطير جدا في عمليات التوتر الذي تشعر به. مجرد الجلوس في مكان مليء بالفوضى قد يؤدي إلى استنزاف طاقتك العقلية والنفسية وإلى حالة من اللامبالاة. كمان لازم تتخلص من الفوضى في نمط حياتك العام. إذا كنت مثل معظم الناس، فبعض الفوضى في حياتك تشمل ضياع الوقت في أشياء غير مفيدة، اتباع عادات غير صحيحة وغير سليمة، الموافقة على أشياء لا تخصك، وعدم تفويض الأعمال لأصحابها، أو بالمعنى الصحيح ترك ما لا يعنيك. كل هذه الأشياء تسبب الإجهاد والضغط النفسي على مشاعرك وعلى القلب، مما يزيد من حالة توتر ضربات القلب باستمرار. دايما العمل هو حياتك، فلا بد أن تعمل في راحة وانسجام وتوافق بينك وبين أداء العمل، فيجب أن تقلل من الإجهاد في عملك. يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى نقص الجهاز المناعي، انخفاض الإنتاجية. كمان يمكن أن تساهم بعض عوامل الوظيفة ونمط الحياة في حدوث الإرهاق والتوتر النفسي، بما في ذلك المواقف التي تشعر فيها بعدم التحكم وعدم اتخاذ القرارات السليمة. لذلك يجب أن تتجنب الأشياء التي تزيد شعورك بالإرهاق في العمل. أما التفكير السلبي ونمط التفكير السلبي، يجب أن تتخلص منه، لأن الأفكار السلبية والتفكير السلبي يمكن أن تتسبب في الضغوط الناتجة عن التصرف الخاطئ، في تفاقم الأمور وزيادة تعقيدها. أنماط التفكير السلبية كمان يمكن أن تجعل الموقف المجهد
يشعر الإنسان بمزيد من الإجهاد الأكثر، أو قد يجعل المواقف غير المهددة تشعرك بالتوتر. مواقف تبقى بسيطة جدا لكن بتأخذها بمحمل أكبر من طاقتك النفسية، وبالتالي تشعر بالتوتر. من ضمن كيفية التغلب على التوتر والضغط العصبي والنفسي عملية التأمل الواعي. دايما بيفيد ممارسة تمارين التأمل الواعي في علاج التوتر والقلق والخوف وتحسين الحالة المزاجية بشكل جامد. كمان الحد من الآلام المزمنة، يمكن ممارسة التأمل الواعي عن طريق الجلوس أو الاستلقاء بوضع مريح في مكان هادي، تركيز الانتباه بشكل كامل على التنفس وإبعاد الأفكار السلبية. طبعا عندنا لازم هنا نقوم بعملية قضاء وقت مع الأهل والأصدقاء. بيعد التواصل مع الأهل والأصدقاء والحرص على قضاء بعض الوقت معهم من الطرق المفيدة في علاج التوتر، لأن ده بيساعد في تغيير نظرة الشخص للأمور والمشاركة في تقديم حلول للمشاكل التي يواجهها. الاسترخاء وهو العلاج الأساسي في عمليات الضغط العصبي والضغط النفسي والقلق والتوتر المستمر. تشمل أساليب الاسترخاء عموما التركيز والوعي، فإذا ركزت انتباهك على شيء معين يشعرك بالهدوء ويزيد من وعيك بجسمك. لا يهم الأسلوب الذي تستخدمه بقدر ما يهم أن تكشف الطرق التي تمنحك الاسترخاء كي تحصل على فائدة. طيب، من أساليب الاسترخاء ثلاث حاجات مهمين جدا لازم تتبعهم لكي تحصل على الفائدة الكاملة من علاج الضغط العصبي والنفسي والقلق والتوتر. أما أساليب الاسترخاء، أول أسلوب وهو الاسترخاء التلقائي بيعني أنه يصدر من داخلك أنت، وتستخدم في هذا النشاط المؤدي إلى الاسترخاء الصور البصرية التخيلية والتأملية ووعيك بجسمك لتقليل عملية التوتر. هنا بيعتمد هذا الأسلوب على تكرار كلمات أو اقتراحات في عقلك الباطن يمكنها أن تساعدك على الاسترخاء وتخفيف توتر عضلة جسمك. يمكنك على سبيل المثال أن تتخيل مكانا تشعر فيه بالاطمئنان والطمأنينة والأمان، ثم تركز كل التنفس باسترخاء أو إبطاء سرعة قلبك. يمكنك أيضا الشعور بأحاسيس بدنية مختلفة مثل إرخاء كل ذراعك أو ساقك واحدة تلو الأخرى. هنا بتتم عملية تفريغ شحنات جسمك بالكامل بطريقة الاسترخاء التلقائي، فيقلل من التوتر والإجهاد العصبي والنفسي اللي انت دايما بتكون تحت ضغط نفسي بيهم. طيب، عندنا كمان استرخاء العضلات التدريجي. في اسلوب استرخاء العضلات التدريجي ستركز على شد كل مجموعة عضلاتك بمفردها ثم ارخائها. شد عضلات الذراع وبعدين الارخاء، الذراع اليسرى اليمنى، الساق اليمنى اليسرى، عضلات البطن، عضلات الظهر، عضلات الفخذ، عضلات الركبة وهكذا. طيب، في أحد أنواع استرخاء العضلات التدريجي تبدأ بشد عضلات أصابع قدميك ثم إرخائها، وتكمل بهذه الطريقة صعودا حتى الرقبة والرأس. طيب، أنسب مكان لممارسة هذا النوع منطقة هادئة وخالية من المشتتات، الأصوات العالية، الضجيج ممنوع. كمان يمكن أيضا أن تبدأ برأسك ورقبتك
هبوطا إلى أصابع قدميك. ابدأ بشد العضلات لمدة 5 ثواني ثم إرخائها لمدة 30 ثانية، وتكرر هذه العملية باستمرار. سوف تشعر بعمليات إزالة التوتر والقلق المستمر اللي أنت دايما مشحون بيهم تحت الضغط العصبي والنفسي. أما التخيل المرئي، يمكنك في أسلوب التخيل المرئي تكوين صور ذهنية تنتقل بها في رحلة بصرية إلى مكان أو موقف تسوده السكينة أو الهدوء. زي مثلا أحيانا تتخيل في مكانك إن أنت في مسجد من المساجد، أو في عمرة، أو في حج، أو على البحر، أو في سفر، أو في مكان أنت بتحبه. تتخيله ببصرك، وبالتالي تبدأ الحواس عندك في عملية جمع أكبر عدد ممكن من الحواس مثل الشم والبصر والصوت واللمس. فإذا كنت تتخيل الاسترخاء مثلا على شاطئ البحر، ففكر في رائحة المياه المالحة أو أصوات الأمواج المتلاطمة، الشعور بدفء أشعة الشمس على جسمك. يمكنك أيضا أن تغمض عينيك وتجلس في مكان هادي وتفك ملابسك الضيقة، المفروض أن أنت تبقى لابس ملابس فضفاضة، وتركز على تنفسك بالذات، لأن عملية التنفس بتزيد من الأفكار الإيجابية بسبب زيادة نسبة الأكسجين إلى مراكز المخ. أما عملية الاسترخاء فلها نتائج إيجابية سريعة جدا وفوائد عظيمة جدا، لأن احنا قلنا أن الاسترخاء هو أساس في علاج الضغط العصبي والنفسي. طيب، بتساعد أساليب الاسترخاء على إبطاء سرعة ضربات القلب، كمان خفض ضغط الدم، إبطاء سرعة التنفس، وكمان تحسين عمليات الديجيشن، عملية الهضم. طيب، بتضعف من مستويات السكر في الدم فتضبط عمليات مستويات السكر من حيث الانخفاض أو الارتفاع. كمان بتعمل الحد من نشاط هرمونات الإجهاد وزيادة تدفق الدم إلى العضلات الرئيسية في الجسم. بتعمل تخفيف توتر العضلات والألم المزمن. كمان بتعمل تحسين للتركيز والحالة المزاجية، وتحسن جودة النوم بشكل عالي جدا. بتقلل الحد من الإجهاد العصبي والنفسي والعضلي. كمان بتعمل تقليل مشاعر الغضب والإحباط المستمر، وبتحسن الثقة اللازمة في تعاملاتك مع الأصدقاء وأفراد الأسرة الوحدة. أما الأدوات المساعدة أو الأساليب المساعدة زي الضغط على كرة التوتر، إذا كنت تشعر بالارتباك والإنهاك كما لو أن أعصابك على وشك الانفجار، يمكنك هنا أن تمسك في يدك كرة بنسميها كرة تفريغ التوتر العصبي، بتحملها معاك حتى في مكتبك، في السيارة، في مكان عملك، في البيت، أو في الهواء الطلق، وتضغط عليها بقوة كلما شعرت باقتراب موقف يسبب لك التوتر. كمان عندنا أخذ معلقة من العسل، بيقلل من حالات الاكتئاب والتوتر بشكل قوي جدا. في الواقع بيعرف الجميع ان العسل نفس خصائص المضادة للمضادات الحيوية، بيساعد في تخفيف الالتهابات في الرأس، في مراكز المخ بالكامل، في الدماغ، وكمان بيحسن الحالة الذهنية بشكل عام. طيب، الخروج للشمس من افضل العلاجات لمشاكل القلق والتوتر. الخروج للهواء الطلق، التعرض للشمس لمدة 20 دقيقة تقريبا، هذه الطريقة تحسن من الحالة المزاجية وتشعرك دايما بالراحة. كمان عندي مضغ العلكة، بيكون مضغ العلكة أثناء العمل من الطرق اللي بتخفف مستويات التوتر في الجسم، حيث أن أثبتت جميع الدراسات أن هذه العادة تخفف مستويات هرمون التوتر وهو الكورتيزول
في الجسم، وبالتالي بتعمل الهدوء النسبي لعمليات الضغط العصبي والنفسي عند الإنسان. كمان عندي عملية تقطير الماء البارد على المعصم بتاع إيدك، فدايما من الماء من العناصر الطبيعية المعروفة بفوائدها المهدئة، فصب الماء البارد على منطقة الرزغ ومنطقة وراء الرقبة بيساعد في تخفيف التوتر خلال 5 دقائق على الأكثر. طب فيها تفسير طبي وعلمي، هو أن هذه الأماكن تمر منها الشرايين، وبالتالي توتر الشرايين يهدأ تماما فيزيل عنك التوتر العصبي والنفسي والقلق وعملية الإجهاد العصبي اللي انت بتحس بيه. أيضا عملية غلق العينين في هذه الأحيان بترتفع مستويات التوتر في الجسم، وبيعجز الإنسان عن إيجاد أي وسيلة للشعور بالتحسن، مثل أن تكون حاضرا في اجتماع هام مثلا لا يمكنك بكل بساطة المغادرة أو القيام بالتمارين. الحل الأبسط في هذه الحالة غلق عينيك والهروب من الزمن والمكان إلى فضاء آخر تشعر فيه بالسعادة. خلال دقائق يبدأ جسمك في التخلص من التوتر والقلق في الحال. كمان ممكن نعمل عملية تدليك العنق بأوراق الكافور. طالما استخدم البشر الزيوت الأساسية من أجل تخفيف التوتر ومعالجة المشاكل العصبية، كمان هنا استخدام هذه المواد لتدليك مناطق معينة في الجسم بيؤدي لتحسين الشعور في كامل الجسم، زي أماكن العنق، استخدام زيوت النعناع والكافور والخزامة والبابونج في تدليكها. دايما ركز على الحاضر. النجاح في إدارة الذات يكمن في التركيز على الحاضر وتجنب التفكير والندم واللوم على ما مضى، فلا فائدة من البكاء على لبن مسكوب أو القلق الزائد بشكل المستقبل. وبالتالي يجب على الإنسان أن يعيش اللحظة الحالية ويستمتع بها لأنها لن تعود أبدا. هنا بنقول له احذر المنبهات وتناول الكثير من المنبهات، وخاصة قبل أوقات النوم، يتسبب في حدوث اضطرابات النوم مما يجعل الإنسان لا يحصل على القسط الكافي من الراحة. بالتالي يبدأ هنا الخلل الهرموني، فيبدأ الإنسان بالشعور بالإجهاد والعصبية رغم أنه ما بذلش مجهود. كمان بيبقى عنده عدم القدرة على إتمام المهام الموكلة إليه. طب لما بتنجح في كل ده لازم في الآخر تكافئ نفسك. من وقت الآخر يجب أن تكافئ نفسك، وذلك من خلال بقى الترويج عن النفس، سواء بالسفر، شراء شيء جديد إذا كان بسيطا، مثلا صنع بعض الأكلات المفضلة لك والأسرة، زيارة الأماكن المحببة لك اللي بتشعرك بالسكينة والهدوء. كافئ نفسك باستمرار، ممكن تكافئ نفسك بالنوم، ممكن تكافئ نفسك بتناول وجبات محددة أو قراءة كتاب معين أو مشاهدة أحد الأفلام أو زيارة بعض الأماكن الدينية المحببة إليك وهكذا. ومن أفضل المشروبات العشبية الطبيعية اللي بتقوم بعملية تهدئة الجهاز العصبي والضغط النفسي البابونج. بيسهم هذا العشب وهذه النبتة في تهدئة الأعصاب لدى مصابي القلق المستمر. كمان الخزامة بتساعد من المكملات على تقليل حالات الاكتئاب واضطرابات النوم، لها تأثير قوي جدا على عملية القلق والتوتر. كمان بلسم الليمون بيسهم في التقليل من مستويات الضغط النفسي عند مصابي القلق. أما بالنسبة للفيتامين المفيد جدا لعمليات التوتر، لأن التوتر والقلق هم اللي بيصيبوا بعد كده الجهاز العصبي بالضغط العصبي والضغط النفسي. من أهم هذه الفيتامين فيتامين B1 و2
و6 و12. دول بيلعبوا دور مهم جدا في وظائف الجهاز العصبي المختلفة. عندي كمان مركبات كثيرة جدا بتقوم بعملية علاج التوتر، منها فيتامين د وفيتامين سي، مجموعة فيتامينات ب زي ما قلنا كلها، من المكملات الغذائية الأخرى برضو اللي لها فوائد عديدة بالنسبة للجهاز العصبي وتقليل الضغط النفسي فيها والتوتر والقلق، الأشواجندا، حمض السيانين والمغنيسيوم والملاتينيوم والجينسينج، كل دي أنماط من الحياة الحديثة عالية الضغط النفسي. كل هذه الفيتامينز بتقوم بعملية معالجة للجهاز العصبي والجهاز النفسي عند دايما مرضى القلق والتوتر باستمرار. طبعا أي واحد عنده القلق والتوتر والخوف من بكرة بيحدث له نقص في كمية الأكسجين لزيادة ضربات القلب، وبالتالي دايما بيحصل له عملية الاكتئاب السريعة. لكن فيتامين بي بكل مركباته خاصة بي 6 و 12، دي من الفيتامينات المهمة جدا لإنتاج الناقلات العصبية ومنها الدوبامين والسيروتونين، ودي بتساعد على زيادة الانتباه، التقليل من نسبة فقدان الذاكرة، بالإضافة إن هي تناولها أو خاصة فيتامين بي 6 وبي 12 بيساعد على تعزيز المخ وزيادة الشعور دايما بالسعادة. يمكنك تناول برضو فيتامين بي من الأطعمة المختلفة مثل الأرز البني والحبوب الكاملة، دي حاجات ضرورية جدا في نمط حياتك الصحية والنفسية. لكن في المقام الأول كل اللي احنا بنعمله ده هو بنستهدف منه عملية تهدئة الجهاز العصبي. فكيف أقوم بعملية تهدئة الجهاز العصبي؟ فأفضل حاجة إن أنا أحافظ بيها على الجهاز العصبي هو الحفاظ على هدوءك أثناء النقاشات الهامة والحادة. ركز قوي على ما يقصده الآخر، لا ترفع صوتك بضجيج، انتبه إلى وضعية جسمك، ولازم تكون في جلوس مستريح أو فوق مستريح. تنفس بعمق شديد جدا عشان تزود كمية الأكسجين اللي داخل لمراكز المخ وللدم. كمان الخروج من المناقشة سريعا، طالما المناقشة هترفع لي ضغط الدم وتعمل لي توتر، فكر بشيء هادي أو مضحك بعيد عن موضوع النقاش اللي بيتسبب في ارتفاع ضربات القلب وسرعتها وبالتالي بتعمل توتر القلب. لا تدخل في نقاش في قضايا أخرى متشعبة، ودايما خذ استراحة مع نفسك ومن الآخرين. في حالة شعورك باستمرار بالضغط العصبي والنفسي والتوتر والقلق بيؤدي إلى حالة من حالات الاكتئاب الشديدة جدا، وكمان بيكون مبكر جدا لحالة الزهايمر، لكن هو بيكون أكثر عرضة للانهيار العصبي النفسي، اسمه كده الانهيار العصبي، مش عصبي بس، الانهيار العصبي النفسي. طب أعراضه بتكون إيه؟ دايما بتدني احترام الذات والشعور بالعجز، الشعور بالذنب والحزن الشديد بشكل مستمر، عملية التهيج والقلق والانفعال السريع، ردود الفعل السريعة الغير محسوبة، الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة، فقدان كمان الشغف والبكاء بدون سبب، حتى تأتي العزلة الاجتماعية والأفكار الانتحارية. عملية بقى كيف أتعافى نفسيا دي مهمة جدا. في خلاصة كل اللي احنا قلناه ده في الآخر، إزاي أتعافى نفسيا؟ احنا عاملين كل المقدمة دي وكل الأساليب دي وكل الشرح ده علشان أتعافى نفسيا من الانهيار العصبي، من التوتر، من القلق، من حالات الاكتئاب، أتجنب عمليات الزهايمر اللي ممكن تجيلي وعمليات الانهيار العصبي اللي ممكن تجيلي. فلا بد هنا إن احنا لا تخجل من مد جذور التواصل مع الآخرين سواء الأهل أو الأصدقاء، فهم من قد يمدونك بالشجاعة
في رحلتك للتعافي النفسي. لا تجعل الألم يحجمك عن الحديث. تحدث طويلا عما تشعر به مع أصدقائك أو مع صديقك. طارد الكلمات التي قد تصف كل حالة مررت بها. لا تهرب منها، واجهها واعترف بكل ما خضته من هذه التجربة حتى تدركه وتتماسل للعلاج منه تماما. وأخيرا حافظ دايما على جهازك العصبي بأمرين مهمين جدا. أول واحد، قضاء بعض الوقت في الطبيعة، تمارين التمدد الخفيفة، الاستمتاع بالموسيقى أو بتلاوة القرآن أو الاستماع للقرآن، تمارين التأمل، تمارين الإرخاء العضلي، تمارين التنفس العميق، وأخيرا شرب كمية كافية من الماء يوميا تتناسب مع وزن جسمك. فالماء هو أشد أساليب العلاج والمواد العلاجية والعناصر العلاجية في جهازك العصبي. إلى هنا نأتي إلى نهاية محاضرة اليوم من عملية التوتر والإجهاد العصبي والنفسي. كان معكم دكتور محمد عباس من قلب العاصمة المصرية القاهرة. إلى اللقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.